أعزائنا الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا دلوقتي في مادة اللي هي 158 اللي هي التمهيدي اللي هو البري كالكولاس. فأهم حاجة عندي اللي هي الدومين. الدومين يعني المجال، ده بيمشي معانا في كل الماس بعد كده أو كل الكالكولاس. في عندي الحدودية اللي هي اف اكس اللي هي البولينوميال 2 اكس تكعيب أو 2 اكس كيوب ناقص 3 اكس سكوير بلس 4 اكس ماينس 5. أي بولينوميال الدومين بتاعنا R، يعني real number. اوكي، مش لازم اكس كيوب، اي بولينوميال. لو عندي هنا بولينوميال ثانيه او حدوديه نسبيه ثانيه اللي هي راشنال مثلا 2x على x ماينس 5، لو عاوز اجيب الدومين عباره عن ايه؟ هل كل الاعداد الحقيقيه؟ طبعا R دي معناها كل الاعداد الأعداد الحقيقية اللي هي ماينس إنفينيتي وإنفينيتي. أوكي، يعني all real number، كل الأعداد الحقيقية اللي هي الدومين بتاع البولونوميال. بولونوميال اللي هي الحدودية. طيب أنا عندي هذه ليست بولونوميال، دي مكونة من نيميريتور ودينيميناتور، فمش مسموح كل شيء. في الدينيميناتور أجيب الزيرو بتاع الدينيميناتور، يعني x equal 5، يبقى المسموح كل شيء ما عدا الخمسة. يعني هنا الدومين all real number except 5، وفي ناس تكتبها كده x such that x does not equal 5 and x تنتمي أو belong to all real number. ممكن كتابتها بالشكل هذا أو بالشكل هذا، وممكن كتابتها بشكل تاني. طبعا أهي آدي الإنفينيتي وآدي ماينس إنفينيتي، وهنا الخمسة اللي عليها التحذير، كأن ماشي في الشارع وفي ثقب أو في حفرة موجودة هنا في المكان ده، فممكن أمشي من هنا إلى هنا أهو، من ناقص إنفينيتي إلى خمسة فاصل ونواصل ونكمل مسير. يبقى من ناقص إنفينيتي إلى خمسة open interval union خمسة وإنفينيتي. ممكن إجابة بالشكل هذا أو إجابة بالشكل هذا أو إجابة بالشكل هذا، كل الإجابات صحيحة. نأخذ واحدة تانية. find domain أهو. find domain domain يعني المجال، يعني شنو المسموح من x ومنو اللي مو مسموح. مديني fx equal 2x على x square minus 25. طيب هنا دي تعتبر rational، يعني بسط ومقام، rational function. عشان أجيب الدومين لازم أخذ المقام أصفره، يعني هنا أحط X تربيع ناقص 25 يساوي 0، وأحط X سكوير أشجح ال 25 الصوب الثاني، وقلت أشجح بكلمكم كويتي، يعني برضو بعرف لكم شوية كويتي. يبقى هنا أدي ال X يساوي بلس ماينس روت 25، يعني بلس ماينس 5. يبقى المسموح إيه؟ all real number except minus 5 و 5. ممكن أكتبها كده أو أكتبها أهي x، حيث x does not equal minus 5 و 5، والx تنتمي إلى ال r. لو حبيت أكتبها بالشكل هذا أمشي في هنا حفرة، أمشي في هنا حفرة فضاوة، يعني يبقى ناقص إنفينيتي إلى ماينس خمسة، وهنا خمسة وهنا إنفينيتي. لما أجي أجزأ المسألة أهي
فاصل ونواصل، فاصل ونواصل، يعني ناقص إنفينيتي وناقص خمسة يونيون، ناقص خمسة يونيون يعني اتحاد، وخمسة يونيون، خمسة وإنفينيتي، كل دي تعبيرات صحيحة. ممكن أقول هذا أهو أو هذا أو هذا، كلهم نفس السلفة، كلهم نفس المعنى، كلهم يدوني نفس الجواب. طيب نشوف حاجة تاني. لو عاوز هنا find domain، find domain هنا fx تساوي root x square minus 4. عشان أجيب الدومين لازم أخذ الحشوة مال الروت. هنا هذه هي الحشوة مال الروت. هقول الدومين، أخذ الحشوة أكبر من أو تساوي صفر. ليه اشترطت على كده؟ لأن هنا زوجي اللي هو even اللي هو 2 بس مو مكتوبة، بقول الجذر التربيعي، عشان كده الجذر لما يكون الدليل بتاعه زوجي أخذ الحشوة أحطها أكبر من greater than or equal zero. ونحل دي إزاي؟ هنشجح الأربعة الصوب الثاني ونجيب الجذر اللي هو الروت سكوير روت، أجيب سكوير روت على الطرفين طبعا روت إكس سكوير. أنا سامع حد هيقول لي إكس هو الأصح، أقول أبسوليوت إكس. هنا ها وصلنا للعلاقة دي، لما يكون مطلق أكبر من عدد موجب هنقول إما أو، جناحان، إما الجناح الأول إكس أكبر من أو تساوي 2، أور الجناح الثاني إكس أصغر من أو تساوي ناقص 2. يبقى هنا دول جناحان، افتكروا كده، لما يكون المطلق أكبر يبقى في عندي جناحين أكبر أو أصغر. لما نيجي نعمل خط الأعداد أو خط الأعداد نحط هنا ناقص 2 ونحط هنا الاثنين أو نضع وهو، ونشوف نترجم هذا الكلام X greater than 2 أهي، ونمشي كده وتلاحظوا القوس مربع علشان أكو يساوي، فالقوس هنا مربع، ولما يكون أصغر يبقى نمشي الصوب الثاني أهو. يبقى هنا في فترتين هنا and هنا، يبقى ناقص إنفينيتي وناقص 2 يونيون 2 وإنفينيتي، دي القيم المسموح بيها أتحرك فيها زي بالظبط زمان وانتوا صغار، لما كان الشباب صغير والبنات كانوا صغار بيلعبون في البيت أو بيلعبون في الشارع، فبنقول لهم العبوا في كل مكان إلا المحول مال الكهرباء، ديروا بالكم محول الكهرباء خطر، فده المكان الدينجر، المكان الخطر، ده مسموح وده مسموح وده ممنوع. خلاص يبقى ممكن أقول كده، وفي واحد تاني يقول لي R يعني أوريال نمبر ما عدا، دي كلمة إيه ما عدا بالإنجليزي except، except مين؟ القيم اللي في النص ناقص 2 و2، دي مسكرة تتحط مفتوحة، دي مسكرة تتحط مفتوحة. يبقى بعد كلمة except بنفتح الفترات اللي احنا بنستثنيها، ودايما الانفينيتي عندها مفتوح لانها we don't catch it، لانها مش موجودة، نمبر مش موجود، احنا بنتخيل بس. فالجواب بتاعنا اهو ممكن يكون هذا هو الجواب او هذا الجواب، اتنيناتهم صح. نشوف كده سؤال تاني عشان يبقى كده لمينا شوية افكار عن الدومين. هنا find domain، دومين عرفنا يعني المجال، بعدين مرة تانية ان شاء الله بناخد حاجة اسمها الرينج يعني المدى، يعني قيم واي. عاوز اجيب الدومين هنا fx
يساوي روت، برضو هنا ممكن أحط 4 وأحط هنا 4 ناقص X سكوير. الحل بتاعي هنا ده even، أنا بنوع لكم بس في شكل الأسئلة. طيب يبقى الدومين اللي عندي أخذ الحشوة، هذه هي الحشوة 4 ناقص X سكوير، أشترط عليها greater than or equal zero. وبعدين نيجي نشتغل نحط ناقص X سكوير greater than، ونشجح الأربعة الصوب التاني. أنا أقسم divided by minus one divided by minus one. افتكروا الجملة اللي حولها دي، لما أقسم على ناقص واحد أهو، افتكروا الأغنية دي، دي تقول لي أزعل عليك ليه؟ عشان بقسم على ناقص. طب إيش فيها لما تزعلي مني؟ أزعل عليك ألف وجهي ما بيك. يبقى هنا بنغير الترتيب لما أقسم على ناقص من أكبر إلى أصغر، يديني إكس تربيع وهنا أربعة. افتكروا الأغنية دي، أزعل عليك ألف وجهي ما بيك. يعني بحاول أربط كلمات، تقوم لو نسيتوا المسألة تفتكروا الكلمات، بس طبعا ما تحطوش في الامتحان كلمة إيه؟ أزعل عليك. يعني إحنا بنحل، بس بديكوا هنت صغير عشان تفتكروا. إمتى أزعل عليك؟ عند القسمة أو الضرب بسالب واحد. أوكي خلاص، نجيب الروت ونجيب الروت، يطلع أبسوليوت إكس أصغر من أو تساوي 2. هل دي مثل المسألة اللي طافت؟ لا، لأن هنا مطلق مطلق أصغر من عدد موجب. افتكروا كده عندكم مثل بالكويتي، شلون تمشي لحمسة؟ آدي لحمسة، هنقول له آدي لحمسة تمشي مرة شدي ومرة شدي، يعني مرة صوب الشمال ومرة صوب اليمين، ماشية تتخبط مرة يسار مرة يمين. يبقى إذن الإكس بتاعتي نحط لها الفترة كده ناقص 2 و2، لو حطيت خط الأعداد ناقص 2 وآدي 2 وآدي الإنفينيتي وناقص إنفينيتي، ونحط هنا آدي بالشكل ده، ودمتم سالمين وشكرا وإلى اللقاء، مع تحيات علي والي، وإن شاء الله بالتوفيق.